ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم من جديد في لعبه جي تي اي 5. جبت لكم النهارده مود من اهم مودات الحياه الواقعيه، كان موجود بشكل رسمي في معظم اجزاء السلسله ولكن مش موجود في جزء جي تي اي 5، هو مود التاكسي. نشوف المود مع بعض، بعد كده نشرح ازاي نركب المود. سيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. نفتح مود المنيو وندوس اف 8، نجيب الفايكل اوبشن والفايكل سبونر عشان نجيب التاكسي. نكتب هنا تاكسي، نيجي معانا التاكسي. هنمشي عليه بشكل عشوائي، وعشان تشغل المود هتدوس على حرف الاي اللي هو المفروض بيشغل كلاكس العربية. هتدوس عليه هشغل الراديو وهيقول لك على اماكن الزباين، بيقول لك في واحد ورا هنا، نروح نجيبه ونودي المكان اللي هو عايز يروح. المود جميل والله، بالنسبة للأوفلاين كحياة واقعية وكده، بس معرفش ليه محطوش بشكل اساسي في اللعبة نفسها. قربنا نوصل له اهو، ولا ده انت تقريبا بس وقفت كده؟ ماشي تعال يخلص. مسافة اقل من ميل او مسافة صغيرة، هنوصله المكان لو عايزه. هو بيحط لك بوينت على الخريطة وبتمشي على اساسها زي المهمات العادية اللي في طول القصة أو في الأونلاين اللي انتوا عارفينها دي. مشكلة بس مشكلة التاكسي إن سرعته مش عالية، اللي هو على قده كده، تحسه بيقف على 100 وما يزودش عن 100، ويمكن كمان بيوصلش ل 100. طب منظور الشخص الأولاني أهو، أنا بلعب مش بشخصيات اللعبة خالص، دي شخصية من مودرن ميني وورد في المودرن تشينجر. غبية مش غبية. هنا قربنا نوصل المكان اللي هو عايزه وهتقف، هيديك بقى هو الفلوس مش انت اللي بتقول له. ايه ده، ده ما اديناش فلوس اصلا، يمكن عشان حادثة. استنى نقتله، كان عليه متشرد بس شوف مهمة جدا. واحد تاني اهو، وبعد ما وصلنا له ده هو نفس الشخص. لا يا عم لا، وبعد ما وصلنا للزبون هنا اركب يا عم، المسافة بتاعته طويلة شوية، نحاول نختصرها ونرجع لكم. مش بقول لكم التاكسي سرعته على قده؟ طب بص، يعني ده المفروض أقصى سرعة ليه هي تقريبا مش واصلة ل100 أصلا، هي تقريبا دي 90، بس مش شايف من الديركسيون بتاع العربية. يلا يا عم، هو شكله هنا صاحب المحل ده. ما اديناش فلوس ليه ده؟ لا هو تقريبا بص ما اديناش فلوس علشان انا مستخدم الشخصيه دي، فهستخدم الشخصيه الاساسيه وارجع لكم على طول بالمهم. هنا انا استخدمت شخصيه فرانكلين، وهنشوف بقى تدينا فلوس دي ولا لا. نوصلها ونرجع لكم. قربنا نوصل اهو، هي الشارع اللي جاي على طول. وصلنا خلاص، هي تقريبا دي القاعدة العسكرية. أيوة هنا ادتنا فلوس بعد ما استخدمنا شخصية فرانكلين أو أي شخصية عموما من التلاتة. هي بتدينا تيبس وبتدينا حق المواصلة نفسها. يلا بينا نشوف ازاي نركب المود مع بعض. أول حاجة هتعملها هو تخش على اللينك اللي أنا سايبهولك تحت في وصف الفيديو، سواء من تويتر أو من تليجرام. خش وهتحمل المود، هتلاقيه بالاسم ده في قناة تليجرام أو تويتر، هتلاقيه باسم مود التاكسي. هتحمله من مباشر طبعا، مبياخدش أي وقت ولا في أي إعلانات. بعد ما تحمله لازم يكون عندك الملفات الأساسية لتثبيت أي مود في جي تي اي 5. لو مش عندك قولي وأنا أعمل لكم فيديو إن شاء الله عن ازاي تركب الملفات دي. أول حاجة هتفك الضغط عن الملف، هيطلع معاك بالشكل ده. هتفتحه، هتاخد الملفين دول، هتاخدهم كوبي وتروح على الملف اللي في اللعبة أو اللعبة عموما، أنا حاططها هنا في الفولدر ده، وهتروح على ملف سكريبتس. لو مش عندك الملف ده قولي وأنا هحطهولك أو هعمل لك فيديو عن ازاي تجيب الملف ده. هما الملفين دول، ده وده، دول ده اللي بيشغل الملف ده. على العموم انت هتفتحه وهتسيب فيه الملفين اللي أنا لسه ناسيهم، أنا حاططهم مرة قبل كده عشان كده بيقولي ريبليس، فأنا هدوس على ريبليس عادي. وبكده اتثبت المود. بس كده يا شباب، يكون انتهى فيديو النهارده. متنساش اللايك والاشتراك، واستنونا في المودات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.